تحية لكم أعزائي المشاهدين وكل يلي عم بيتابعونا. نشرة الموضة لليوم غنية بأخبار الأزياء والأكسسوارات. رح نبتدي مع أسبوع الموضة الخاص بنيويورك يلي شهد عدد كتير كبير من المصممين الأزياء العالميين يلي قدموا أرقى وأجمل التصاميم. ومنبتدي مع فيكتوريا بيكهام يلي قدمت أيضا تصاميم عصرية ومميزة جدا بطبعات مختلفة وبتنسيقات مبتكرة. منتابع مع المصممة اللبنانية الأصل ريم عكرة يلي قدمت تصاميم بتطاريز مختلفة وأيضا احتوت أزياء على بعض الشراشيب، فقدمت عدد كتير كبير من الأزياء بطابع مختلف. منتابع مع أزياء مايكل كورس أو مع عرض مايكل كورس يلي رجعنا شوي لموضة السبعينات وقدم أزياء بتناسب كل أنواع أو أذواق السيدات. أما منتبع مع دار ماركيزا يلي أخذنا بجولة حالمة ورومانسية من خلال أزيائه يلي كانت مطبعة بالورود أو مزينة ببعض الزهور. ونختم مع كالفين كلاين يلي قدم تصاميم بسيطة جدا ولكنها كانت هادية وبألوان حياتية. ننتقل لخبرنا التالي يلي رح نستعرض من خلاله أبرز أكسسوارات موضة صيف 2016. منشوفهم سوا. مع خبرنا التالي ورح نشوف الفنانة بلقيس يلي ظهرت بمهرجان هلا فبراير بنفس الفستان يلي سبق وشفنا فيه جينيفر لوبيز. برأيكم مين لقيته الأجمل؟ هيدي كانت أخبارنا لنشرة الموضة لليوم. أكيد لقونا الأسبوع المقبل مع نشرة جديدة وأخبار أزياء جديدة. لتفاصيل وأخبار أخرى أكيد تابعوا دايما موقع سيدة نت.